فتوى لك حول موضوع معين، لكن لقيتهم لا أعلم أي فتوى تنسخ الأخرى. قديم الشافعي وحديث الشافعي. حول موضوع صلاة الضحى. إيه. وجدت فتوى شيخ أنها غبة صلاة الضحى، وأحيانا لا تأتي مثل سنة الرواتب. لا لا، أنا ما أفتيت أنها غبة. أنا كنت أشرح مذهب الحنابلة. أنا كنت أشرح كتاب من دليل الطالب الحنابلة، ومذهب الحنابلة نعم أن تصلى غبا، يعني تصلى وتترك ما يلتزم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بها. هذا كنت أشرح مذهب الحنابلة، فبعضهم أخذها ونشرها. إيه إيه، لكن الصحيح والعلم عند الله أنها مستحبة مطلقا، لحديث أبي هريرة حديث أبي ذر: أوصاني حبيبي بثلاث ما تركتهن ما حييت، أصلي أن أوتر قبل أن أنام، وأصوم ثلاث أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى. فالصحيح أنها مستحبة. أي نعم. استقطعوا جزء من الموضوع؟ مو استقطعوا، شرح كتاب. أنا قاعد أشرح كتاب مذهب الحنابلة يقول كذا، أنا قاعد أشرح مذهب الحنابلة.